نترحم على أرواح الضحايا اللي راحت نتيجة، أعتقد أنا في وجهة نظري أنها كانت نتيجة إهمال بشري ناتج عن متفقد هذه الرافعات تستخدم يوميا. والله اللي صار بالعقبة أنه إهمال هاد، والله يرحمهم الشباب اللي راحوا ضحية الإهمال. يعني لازم يكون في خطة هيك جاهزة عندهم يتداركوا الموضوع، لأنه أشياء بتصير هاي بالميناء. استهتار، لأنه استهتار سلامة عامة. لو أنهم بشيكوا على الأسلاك تبعات الرافعة بشكل دوري كان ما سبب بالإشي هذا، بالكارثة هاي، يعني 13 واحد اللي مات. استهتار، عدم صيانة بكون، أو عدم مسؤولية، أو بكون عدم قدرة على الشغل. وعلى كل حال الله يرحم اللي ماتوا، شهداء لقمة العيش هدول، الله يصبر أهل اليوم. أنا بقول إنه عملية إهمال من القائمين على العمل في الميناء، وهذا عدم مراقبة وعدم تخزينه، يعني عملية تخزين غير سليمة وغير صحيحة. والله اللي صار هذا كله هذا استهتار، الكل بتحاسب على الإشي هذا.